هو كان بيضرب في مين؟ يا حسام، يا حسام، النبي في حاجة فيك يا حسام، خش يا حسام يا حسام. ايه؟ ما بيضربوش هنا اصلا، بيضربوا في شارع شريف اهو. شريف فين ده؟ حسبي الله ونعم الوكيل. مين اللي بيضرب؟ لا ما حدش يعدي، ما تعدوش، ما تعدوش، ما تعدوش. أمي، هو اللي مات ده مش ضابط يا قلبي، يا قلبي هو جاي عليهم، جاي بيجري عليهم هو. اوعي كده. انا بصت اهو، مين اللي بيجري عليهم؟ ايه ده؟ ايه ده، مين دول؟ يا عندي يا ابن الفاجر، يا راجل يا ابن الفاجر. حسام حسين يشوفك. لا حسام، والنبي خش حسين. ايدي بس، ايدي بس، والنبي خش حسين. هو الفاجر ده ما ايه القلب ده؟ بيقول لهم استنوا. اهو ده، ده هيقتل فيه، ده هيقتله ده. يا فاضية، فاضية، بص هيجي يقتله. يا حسام والنبي خش. ايه ده، هما مين دول؟ دول تبع الحكومة، دول تبع الحكومة. ايوه يا ربي، يا رب. انا عايز اعرف اللي واقف، اللي مات عند البتاع ده، يا رب على الاقل، مش ست يعني؟ انا واحد وحش ده بفتح. ايوه خبط الاستاذ احمد، خبط. مين عمل كده؟ واحد وعمل كده. يا حسام خش لحسن يشوفوه. يا ست ده راجل ملثم ومعاه بندقية ولا بيلبس خوذة؟ يا ربي يا ربي يا ربي، ما تعدوش تحسن لي تاني، ما تعدوش، الناس كلها اللي هتعدي دي. لا خلاص، ما هو مشي طلع على الشارع العمو. يا لهوي، في الجداني، في الجداني، في الجداني. يا ربي ما تنزل حد مات كتير. الولد الصغير ده